بصوا يا جماعة، ادي الهمبرجر الجميل بتاعنا. بصوا بقى الجمال، ولا اروع ولا اجمل من كده. العيش عاملينه في البيت، والهمبرجر عملناه اهو خطوة خطوة معايا عشان تشوفي الطريقة. والخطوات سهلة وبسيطة خالص، ولا اجمل ولا ألذ من كده. ايه رأيك بقى في سندوتش الهمبرجر بتاعنا النهاردة؟ شايفين؟ شايفين البرجر مستوي وتحفة وجميل ازاي؟ تعالي بقى تابعي معايا الخطوات وهتلاقي اجمل والذ همبرجر. هتعملي ايه؟ تابعي معايا الخطوات وشوفي خطوة خطوة، وهنعمل احلى والذ طعم همبرجر بصراحة تحفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا عبير ودي قناتنا بيت العيلة الكبير. تعالوا النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي، طبعا كلكم بتحبوها وكل الاطفال وكبار بيحبوها. هنعملها بطريقة سهلة قوي، ولا اجمل ولا ألذ من كده. واحنا ليه نشتريها من بره؟ تعالوا نعملها في البيت بأقل مكونات عندنا، وطريقة سهلة ومضمونة 100%. احنا ما بنقدمش وصفاتنا الا لما نكون واثقين منها وتكون مضمونة، وهتجربيها تدعي لنا ان شاء الله. دوت طبعا يا حبايبي كيلو من اللحمة المفرومة، حطيت فيه برضو، فرمت معاه شوية دهن. دي لحمة احنا ضامنينها وعارفينها من الجزار وعارفين مصدرها ايه. ديت كوبايتين من فول الصويا، طبعا هو ما كانش كده، كان شوية صغيرين طبعا، حطيتهم في مية مغلية وغطيت عليهم لمدة ساعة، سبتهم لحد ما بقى بالشكل ده كده، شايفين طري خالص. حطيته في الكبة، طحنته كويس قوي. بالمعيار هياخدوا دول حوالي ربع كيلو فول صويا، يعني كوبايتين كبار. وكيس البرجر دوت بنجيبه من عند العطار او من اي سوبر ماركت. الخلطة دي جميلة قوي، انا جربتها تحفة وروعة. يا اما تجيبيه سايب من العطار، برضو في خلطة برجر سايبة. وعندي بيضة، البيضة ديت انا هستعملها عشان البرجر بتاعي ما يفكش. وديت بصلتين مفرومين فرمتهم كويس قوي في الكبة. وديت برضو معلقة دهن كده هوت، طلعتها وفرمتها بالشكل ده كده. دي معلقة كبيرة بيكنج باودر. ليه بقى البيكنج باودر؟ عشان البرجر بتاعي ما يكشش على النار. وادي البهارات بتاعتنا حبايبي، بصوا بقى، معلقة كبيرة، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة ملح، نص معلقة، نص معلقة، نص معلقة كمون، معلقة برضو ما تكونش مليانة قوي فلفل اسود، وبهارات، بهارات برضو بتجيبيها من عند العطار للفراخ واللحمة. ودوت توم باودر احنا كنا عاملينه هنا هوت مع بعض، التوم الباودر اللي احنا عاملينه عندنا في البيت، ورشة صغيرة حاجة بسيطة خالص اللي هي القرفة، عشان تديها نكهة وريحة حلوة قوي وتبقى طعمها جميل وروعة قوي. طبعا انا هحط، بص، كل المكونات ديت مع بعضها واخلطها خلطة جامدة قوي لحد ما جانس كل المكونات دي مع بعض، وهتشوفوا معايا خطوة خطوة. بصوا اول حاجة انا هجيب اللحم، جبت البصل اللي انا فرماه، بصوا فرماه اهوت، هحطه على اللحمة المفرومة. وهجيب شوية معلقة الدهن اللي انا قلتلكوا عليها، وكل المكونات ديت اللي هي التوابل هحطها بالشكل ده كده. طبعا لازم تخلي بالك من الملح، لان اللحمة لو انت كترت الملح هتبقى طعمها مش حلو خالص، تخلي بالك. وادي معلقة البيكنج باودر ديت، مهمة قوي يا جماعة عشان ما تفكش مننا. طبعا برضو هحط البضاية، حطيت البضاية، حطيت البضاية اهيت، هبدأ اعجن كل المكونات دي، لازم نعجنها عجنة حلوة قوي. وهحط كمان الكيس الجبار اللي هيديكي نكهة اللي انت بتجيبيه بره، وبيبقى تحفة واروع واحلى من اللي انت بتشتريه. بصوا بقى ديت الخلطة بتاعت البرجر اهي، دول حوالي معلقتين كبار، دول معلقتين كبار، طبعا ده اللي بيديله النكهة الحلوة قوي. هبدأ يا جماعة اعجن كويس قوي، وهحط معاهم، وبعد ما اعجنهم كويس قوي هحطهم بقى على الفول الصويا
وعملنا بقى الهمبرجر بتاعنا، طبعا عجنته جامد قوي مع بعض، ممكن تحطيه في الكبة هيتفرم فرمة ناعمة قوي لحد ما يوصل للدرجة دي. هسيبه بقى في التلاجة يتشمع حوالي 10 دقايق لحد ربع ساعة، وبعد كده اطلعه وابدأ اشكله. بصوا انا هنا جايبة يا اما لو عندك المكبس اللي هو انت بتعملي بيه الهمبرجر ده، بتشتريه من عند مستلزمات اللي هما الادوات المنزلية، يا اما عندك غطا اهو، اي غطا عندك هتستعمليه بكيس بلاستيك كده، هو الكيس اللي هو اكياس التلاجة، وهتقطعي وتحطي. يا اما طريقة تانية هوريها لكم، بس لما احطه في التلاجة وارجع لكم تاني. اهو كده احنا طلعنا بقى البرجر بتاعنا من الفريز، من انا حطيته في الفريزر حوالي على يعني خد بالظبط حوالي ربع ساعة. بصوا كده بقى تقدري بقى تاخديه وتفضلي تقطعيه. طبعا بص انا ممكن اجيب كمان زيت عشان امسح ايدي بالزيت عشان اقدر ان انا امسكها واشكلها بقى التشكيل اللي انا عاملاه. ممكن يا اما مكبس بتاع الهمبرجر مخصص للهمبرجر، يا اما بكل بساطة غطا عندك هتفرديه بالشكل ده كده، هنحط كده هو بالمنظر ده كده زي ما انت شايفة اهو كده هو. فهتبدأي تقطعي كده وتحطي، طبعا عشان ما يلزقش في ايدك هنبدأ نجيب شوية زيت زي ما انا قلت لك، وهحط وهعوص ايدي في الزيت واحط بقى في الغطا. اهو بصوا بقى ببدأ اعمل كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو، اهو بالغطا بكل بساطة، شايفين بقى الجمال اهو. هطلعه ادي الهمبرجر يا حبايبي معانا، وهنرصه كده في الاطباق الفويل. هنكون فارشين الاول، هنكون فارشين غطا كده بالمنظر ده، اكياس هنكون فارشين اكياس تلاجة وبالشكل البسيط دوت كده اهو. بص بقى تدبسي كويس قوي 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 كده، طبعا الحجم اللي انت عايزاه في الهمبرجر، يا اما الغطا كبير او صغير زي ما انت عايزه اهو. بكل بساطة عملنا هو الطبقة ديت، طبعا عايزين نحطه فوق بعض، هنعمل كده نعمل شوية كمان. في طريقة كمان يا جماعة، طبعا انا هقص ايدي زيت اهو اهو، بصوا في طريقة اللي هي دي بقى يا حبايبي. بصوا بقى بنكورها زي الكورة اهو، بصوا بالشكل ده كده، بصوا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، ونروح عاملينها كده اهو مطبطبينها، وبرده بقت معانا همبرجر تحفه بالشكل ده كده. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، بصوا طبعا اهو، طبعا الحاجات دي الهمبرجر بنشيل منه في الفريزر بنفرزه، وقت ما بتكون انت عايزه بقى بتكون عندك جاهز بتطلعيه من الفريزر تحطيه على طول. بصي بتبصميه اهو زي ما يكون بالمكبس. بص دي طريقه برضو، دي طريقة من الطرق اهي. ايه رأيكم بقى؟ بكل بساطة عملناها اهوت، والطعم هيعجبكم قوي اهو. بصوا بقى يا جماعة، بصوا بقى عملنا ده بقى اللي احنا عاملينه بايدينا، وده اللي احنا عملناه بالغطا. تعالوا بقى نشوف نجربه كده على النار. طبعا انا حاطه طاسه على النار اهي، هجرب لكم الاول اللي احنا عاملينه على ايدينا اهي. ده اللي احنا عاملينه بالغطا اهو. طبعا الحجم اللي انت عايزاه بتتحكمي فيه، وبتشوفي الحجم والمقاس اللي انت عايزاه اهو. طبعا هي بتتزحلق مني، بصوا بقى ولا فكت ولا فرشت ولا حجمها انكمش غير زي ما هي، زي ما احنا حطيناها. بصوا بصوا جمالها،
الحجم هو هو زي ما هي، ما انكمشتش ولا اي حاجه، ده كمان فنشت. طبعا انتوا دايما بتلاحظوا ان الهمبرجر لما بتيجي تحطيه بتلاقيه كش كده وبقى مش حلو. بصوا بقى بتاعنا احنا جميل ازاي، الهمبرجر بحالها. طبعا بصوا تخلي بالك دي الفرق بقى بين دي ودي، ديت الريحه بقى يا جماعه ما اقولكوش، الريحه ماليه المكان وتحفه. بصوا اهو خلاص كده هنبدأ نطلعها. بصوا بقى الجمال، احنا طبعا هنفرزه مش هعمله دلوقتي. ادي الهمبرجر بتاعنا، تعالوا بقى نفتحه ونشوف شكله. طبعا انا بعمل بقية الكمية بتاعتنا. بصوا بقى اللي احنا عملناه اللي احنا عملناه على ايدينا جميل قوي، تحفة. بصوا طعم روعة، مستوي حلو قوي. الهمبرجر بتاعنا يا جماعة تحفة، انسي بقى ما تجيبيش همبرجر من بره تاني، الطعم جميل قوي قوي وهيعجبكم ان شاء الله. جربوا الوصفة بتاعتنا وتابعوا معانا بقى، هنخلص بقى بقية الكمية بتاعتنا هنفرزها. هو الافضل طبعا ان انت بتسيبيه في الفريزر قبل ما تيجي تجهزيه، بتكوني سايباه في الفريزر عشان يشمع نفسه كده ويمسك مع بعض. فطبعا احنا قطعنا وحطينا على طول، وشفتي الحاجة قدامك عاملة ازاي. هنجهز بقية الكمية بتاعتنا ونقطعها عشان نشيلها ونفرزها في الفريزر. اهو بصوا بقى عملنا قد ايه يا جماعة، بالكيلو واحد لحمة مفرومة، طبعا الاحجام كبيرة خالص. هل انت بتجيبيها من بره بالشكل ده؟ بصي كبيرة وعريضة، مش خفيفة. وحتة الواحدة الهمبرجر فعلا، شوفي بقى السندوتش لما بتكوني جايباه من بره بكام. طبعا غالي قوي، طبعا ده جميل قوي وتحفة. وهوريكم برضو ان احنا هنجهزه ازاي. بجهزه طبعا انا العيش الكايزر ببقى مجهزاه عندي في البيت، وهجهزه معاك واوريكم الاشكال اللي انا هعملها بتشكيلة مختلفة وحشوات مختلفة. يا ريت لو عجبتكم الوصفة النهاردة ما تنسوناش في اللايك والشير، سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. يلا مع السلامة.